بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كادر المطبخ نقوم تجهيز وجبة إفطار صائم طولة مدة شهر رمضان المبارك، حيث كل يوم نقدم وجبة جديدة لأهلنا الصائمين. اليوم وجبة الإفطار هي فريكة مع فروج محمر زائد لبن عيران، ونقوم بعدة مراحل حيث نعبئها في صندوق فلين ونعبيها في كيس لتوصل لأهلنا المحتاجين وهي ساخنة. جزاكم الله عنا كل شيء.